سعياً منها للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، ومن ثم الرد على استفساراتهم لتقديم الخدمات الاستشارية للمواطنين والمقيمين. المغردون تداولوا في منصة تويتر إعلان وزارة الصحة في حساباتها الرسمية عن خدمتها الصحة الهاتفية المنطلقة منذ قرابة الأربع سنوات، وهي الاتصال على 151. الخدمة تضم 17 طبيبا من واجبهم الرد على المتصلين بهدف توعيتهم على مدار 12 ساعة يوميا، إضافة إلى التواصل مع الحالات الطارئة والحوادث لتقديم التوجيهات الطبية لحين وصول سيارة الإسعاف. كما سيتم العمل على زيادة أوقات الاتصالات وصولا إلى 24 ساعة يوميا. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحتهم الرسمية على تويتر والظاهرة أمامكم.